واحد بيقول الانسان البعيد عن الله وفي نفس الوقت بعيد عن الخطية او بقدر المستطاع يحاول البعد عنه، ما موقعه الديني من الدينونة والحساب عن حياته التي يعيشها على الارض؟ الحياة الروحية هي انك تعيش مع ربنا، ولذلك الرسول بيقول ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت، ان عشنا او متنا فللرب نحن. فما دام هو بعيد عن الله ما يقدرش يتمتع بربنا في الحياة الابدية. كمان ان كان بعيد عن الله يبقى بعيد عن الصلاة، بعيد عن الصوم، بعيد عن الكنيسة، بعيد عن التناول. ازاي يعني؟ ولا بعيد عن الله بدون تفاصيل؟ ما بعيد عن الله يعني يشمل كل هذا. وبعيد عن الله يبقى ما بيقراش في الكتاب المقدس، بعيد عن الله يبقى بعيد عن الأدبية. فالبعيد عن الله ما يقدرش ان يقول في نفس الوقت انه بعيد عن الخطية، لان المفروض ان الانسان يحب الله، وزي ما بيقول الكتاب محبة الله هي ان نعمل وصاياه. اما كنا انه في نفس الوقت بعيد عن الخطية، فمجرد بعده عن الله هو خطية. ازاي بعيد عن الخطية؟ يعني يقعد كده طيشة لا سماء ولا أرض؟ ما فيش حد بالوصف اللي